شويه من اسئله السوشيال ميديا طولنا عليهم. احنا طبعا تعمدنا ان احنا ناخر شويه عشان ماتش ليفربول وريال مدريد، وبنبارك طبعا لنجمنا الكبير محمد صلاح. شيماء السيد، مساء الخير كابتن شوبير. سؤالي للكابتن قفشه، ايه اكتر حاجه بتحبها في الاهلي؟ وهل في يوم هتسيب النادي عشان حاجه؟ ولو القضيه لها اسم تاني ايه يكون اسمها؟ حلو ده، لو القضيه لها اسم تاني يكون اسمها ايه؟ اعظم جول في التاريخ. اعظم جول في التاريخ. طيب اكتر حاجه بتحبها في الاهلي؟ انا بحب النادي. تحب النادي الاهلي؟ اه. طيب لو في يوم هتسيب النادي عشان حاجه، هل في يوم ممكن تسيب النادي عشان حاجه؟ النادي الاهلي؟ انا مش، انا قلت كذا مره انا عمري ما اسيب النادي، بس ممكن لو في وقت اطلع اعاره وارجع، بس لو ماشي. في ظروف فنيه حاجه زي كده، لكن غير كده لا مستحيل. ده خليني اسالك، السنه اللي فاتت انا عارف كويس قوي كان عندك عرض سعودي وعرض، بس هو ده اللي ممكن يحصل في اي وقت اعاره، لكن امشي من النادي خالص لا، انا مش بفكر فيها نهائي. ما بتحبش؟ لا مستحيل. طبعا انت عايز تبطل في النادي الاهلي يعني؟ ان شاء الله. ان شاء الله دايما كلكم انتوا ابناء النادي ولكم دور كبير جدا. اللي بعده، رامي فكري، مساء الخير كابتن شوبير، مساء الجمال على صاحب القضيه قفشه، هدف غالي علينا قوي ورحمنا من حاجات كتير، وبطوله هي الاغلى على كل اهلاوي. عايز اقول لك وانا بتفرج مع اصحابي قلت ان شاء الله هنجيب جون في بلاس 90 عشان ما يلحقوش يعوضوا، لسه ما خلصتش الكلمه وقفشه جاب القضيه. واخيرا عاوز تيشرت، استناك يوم الجمعه ان شاء الله قبل صلاه الجمعه في النادي هجيب لك تيشرت. قبل صلاه الجمعه عشان التمرين الساعه 10 في النادي هيستناك يا عم رامي. شكرا كابتن قفشه.